السلام عليكم وسعد الله مساكم بكل خير. مساء الخير ومساء الورد على الجميع. يا هلا والله وسهلا فيكم كلنا وتوقيته. اليوم تدشين لسيارة صراحة جلي أبدعوا فيها صراحة، يعني فعلا فعلا سيارة من الآخر، والله من الآخر. بتشوفون التغطية وبتشوفون السيارة وبتشوفون مواصفاتها، وبعدها عطوني رأيكم في الكومنتات تحت. اليوم تدشين سيارة جديدة من جلي، 5 مقاعد، منقارو الاسم، ان شاء الله اني نطقته صح، منقارو. فابدعوا ابدعوا ابدعوا بهالسيارة، راح تعجبكم، راح تنبسطون عليها. اتوقع كثير منكم ممكن انه يحجز دايركت. شوفوا اول ما تدخل قاعة الحفل لوح مثبتينها كاملة عن تاريخ جيلي، أول سيارة لجيلي. شوف، فكل تاريخ جيلي حاطينه في اللوحة هذه كاملة، ما شاء الله. هذه هي بداية الحفل أو قاعة الحفل، لكن تقريبا شدتني هذه اللوحة. أعلن شركة الوعلان التجارية عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة جيلي العالمية لتستحوذ لذلك على وكالة جيلي في المملكة العربية السعودية عام 2020. ندخل ونشوف الحفل. طبعا دخلنا للحفل منقارو، شكل الوضع بيكون هنا واحدة وفي الجهة الثانية واحدة وفي الجهة الثالثة واحدة، فبتكون 3 سيارات. حفل تدشين ما شاء الله تبارك الله. طبعا القاعة فل. اللي شرفت حضورنا لهذه المسيره، اهلا وسهلا فيكم، شكرا من الاعماق لحضوركم لحفلنا اليوم وتشريفنا هذا الحفل. تشريف جميل، ازداد الجمال بوجود وكلاء من الشرق الاوسط وايضا من دول مجلس التعاون. ازداد الجمال في هذه الليله بوجود مسؤولين ومدراء العافيه. اريد تمهيد حار يليق بفخامه هذه الليله. رحبوا معي الاستاذ النبيل الخضراوي النائب المدير التنفيذي لشركه الوعلان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأتشرف بالوقوف أمامكم اليوم في هذا السفر المميز لتدشين أجدد إضافة لأسطول سيارات جديدة وأجدد إضافة إلى المكتبة الصينية في المنطقة والأكثر ربيعية المتطورة. اليوم بحمد لله شركة الإعلامية شركة من الشركات الرائدة في قطاع المنتج والمواصلات في المملكة العربية السعودية، شركة لها تاريخ عريق قدمت وتقدم كل ما هو مميز. ارتبط الجهة بإدارة واعية وفكر راقي والالتزام بخدمة هذا الوطن تحت قيادة خاطر حرمين الشريفين بن سلمان عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. نحن سعداء أن نكون الخيار الأول لشركائنا لما نقدمه من شراكة طويلة وتنمية المصالح المشتركة. نجاحنا هو نجاحكم ويأتيكم هذا المنتج اليوم تدل على ذلك، فهو فخر تجتمع فيه مميزات عدة كالأناقة والقوة والفخامة. إنها سيارة منجرة. هذه السيارة تعتبر بين أول المركبات التي تبنت الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي. هذه السيارة صنعت من شجر وأصبحت تقول من نوعها التي تدعمها بقية تقنيات حصرية متميزة ومواصفات أمان عالية جدا. فقد لم تصنع هذا المنتج الرائد في مصنع جيل بلاك لايت او ما يعرف بمصنع الموتور الذي يتبنى معيارا جديدا في التصنيع والكفاءه وتقليل الاخطاء البشريه. خلال عامين مشاركتنا مع جيل نحن فخورين بنجاحها واضافه المجاره التي تعتبر الاضخم في سيارات جيل منذ بدايه اطلاقتها. منجاره سيارات سعوديه واعيه الدفع تضاف اسطوري الذي أصبح اليوم هو طلاب ست سيارات متنوعة تخدم المتطلبات وعملائنا في جميع الفئات. بإذن الله سوف نواصل مسيرتنا في تقديم واجبنا تجاه عملائنا وسبب نجاحنا هو الجهد والإخلاص في العمل وفوق ذلك الإصرار على تقديم معنى معايير للجهد والخدمة لعملائنا بدون توقف. أود أن أشكركم على وقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.尊敬的各位来宾女士们先生们大家好，我是吉利汽车的麦克索。天涯卓别，非常高兴在今天和大家一起见证吉利汽车旗舰产品伦家龙在沙特市场的投入上市。一直以来，沙特都是吉利重点耕耘的海外市场之一，在这里呢，吉利携手瓦浪集团取得了不俗的销售业绩。今年一直不减分，吉利汽车在沙特的销量已经超越了预期，同比竞争70%，成功的跻身市场销量的趋势。酷睿、Tagala 等车型都处于细分市场领先地位。那么这份荣耀呢，属于每一位吉利和瓦浪集团的伙伴们。在刚刚过去的五月份，我们在沙特推出了全新的 B 级轿车产品 M1， 进一步完善了吉利在沙特市场的产品线。目前呢，吉利的 M1、酷睿、Ascara、Tagala、Armada 覆盖了轿车和 SUV 的各个细分市场。凭借优秀的产品，这三款车型呢已经获得了众多消费者的认可，这也标志着吉利汽车正在成为越来越多的沙特消费者青睐的汽车品牌。为了更好地满足用户对于豪华汽车体验以及科技安全配置的需求，今天呢，吉利正式在沙特推出全新的旗舰产品蒙迦龙，这也是蒙迦龙首次在海外市场上市。那么，对于蒙迦龙在沙特市场的销售前景，我们充满信心。蒙迦龙基于世界级 CMA 模块化架构。فخمة سيارة اقتصادية
هذه الداخلية الألوان الثنتين، اللون الأسود مع الزيتي أو العنابي مع الأبيض تقريبا، راح تكون داخليتين فقط. تقريبا بني مع اوف وايت او عنابي مع اوف وايت. هنا النقطتين الاساسيه اللي ركز على الجيني في المجره، عندنا في قوه 2000 سي سي قوه 235 صار و10 دورات سنه تتسارع من 0 ل 100 في 7.7 يعتبر الرقم في فيت. منظومه النقطه الحاره ايضا اختارها البدايه اختارها من شركه بيزنس اليابانيه Gracias.
الجوهر تيجي في ثلاث شاشات 12.3 انش. الطلبة خلاص بيزيد الشاشات بالانش، خلاص عندنا شاشات 2.1 انش. كل الشاشات فول هاي ديفينيشن هاي ريس. تابع عن خاصية التواصل الذكي مع الجوهر والمدوث كل التكنولوجيا الموجودة ومتاحة بشكل كامل. أول مرة في الفئة نشوف شاشة مخصصة للركب الأمامي. الآن في جيل المكرر نقدر نخلي الركب الأمامي يسوي ميرورينج للجوال، يقدر نشوف أي محتوى في أو في فلاش أو في بلوتوث، وده يعتبر إضافة مش موجودة في أي فئة من السيجنال تنفسي. منظومة الحماية والسلامة، إحنا في عندنا بشكل عام منظومتين للحماية والسلامة، منظومة السلامة النشطة اللي هي لا قدر الله تعمل عن حدوث الحادث، وفي عندنا منظومة السلامة السلبية اللي هي لا قدر الله بعد حدوث الحادث. طيب في منظومة السلامة النشطة في عندنا تنبيه حركة البنوك الخفية اللي هي الليرت، في عندنا تحذير من الاتصال الخلفي اللي هي الوجر وورنينج، دور وورنينج وورنينج أيضا فيها التنبيه الحركة فيه أوبجيكت تطلعات العمل تنبيه في الحلقات التنبيه مرئي من خلال منطقة العمل نفسها، والتنبيه صوتي في حالة حتى الباب الفتح التنبيه صوتي للتنبيه. بي اس دي او نظافه المنطقه العامه بيعرف السيارات بشكل دقيق جدا، ويمكن تفاعلي كمان ده نظافه الهندسه في استخدامها وشركه الاسلام الرقم تقدر تربط كل الالكترونيات وتعرضها بشكل اساسي. التجنب الذكي للمركبات الذكيه الصراحه احنا توقفنا عن النقطه دي كثيرا لفهمها. انا اتكلم في سفر كثير من قبل اول ما يسمع عنها في النقطه دي تحديدا. الجيلي الجيلي بشكل عام فيه جدا متطورة، والقيادة الذاتية فيه جدا متطورة. السيارة تتصرف أو السنانة اللي بيحصل عند راسها بشكل كبير، السيارة شوية بتخاف. تخاف من التريلات، الشاحنات، السيارات اللي هو بشكل كبير. إيه اللي بيحصل لما أكون أنا كسنانة ماشي أشوف اتصال زي السيارة بالضبط؟ وفيه شاحن. السيارة بشكل تلقائي بتروح لأقصى الليل اللي ابعد من الاوبجيكت، توسع شويه تخلي المسافه تبان اكبر بيني وبين الاوبجيكت الطويل او الشاحنه او التريلر، بس تتخطى الاوبجيكت او الشاحنه او التريلر ترجع لنفس المسافه. اعتقد ان شفنا نظام الوجود على اي سياره من الفئه. كل ده بالاضافه الى منظومه السلامه المشهوره وفقا لقدر الله وفقا لعالم. طيب عندنا عرض الاماميه ايضا توقفنا عن النقطه دي كثيرا، الالمنيوم ثلاثة طبقات صغار. البحث اكتشفنا انه والله الجيلي كمان استخدم عدد الالمنيوم يستخدموها في صناعه الفضاء، في صناعه سفن الفضاء وصواريخ الفضاء وخلافه، تعتبر اكبر وامن ويساعد على امتصاص الصدمات لا قدر الله بشكل قوي. زي ما قلنا الكرسي ايضا في تقنيه للسلامه في حاله تكون حادث لا قدر الله، الكرسي فيه ميكانيزم بيقدر يفتح ويقفل بشكل كامل للحفاظ على راحة المكان. هيكل السيارة سي ام اي مصنوع من الفولاذ بنسبة 78 درجة، وفي تقنية السيكي انجن في حالة قدر الله في الحادث يغتسل المكان بحيث لا قدر الله انه يمشي على الكابل كما وصلنا في هذا الحوادث الكبيرة. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكون في القناة. يعطيك العافية. مجال السيارات يعرفونها. ابغى الحفل يركز معاي بالشخصيه المحبوبه اللي انضمت معانا لهذه الامسيه الجميله. اعطيكم تنبيه، هو لابس كفاح. كفاح تحيه لكابتن براءه الجبر خبير السيارات واللي عمل معانا التست على سياره جيل 2030. شكرا لكم.
وبكذا انتهينا من حفل تدشين جيلي منجارو 2023. يعطيكم العافية، إلى تغطية أخرى إن شاء الله، فمان الله.